الكرام، حقيقة ما يحدث اليوم من تداعيات الحرب هو تغير يعني في الأمن الإقليمي، صراحة تغير خطير في الأمن الإقليمي، وبالتالي يترك تداعياته على كل المنطقة. يعني العراق أحد الدول اللي تتأثر بهذا التغيير والتداعيات الحرب حقيقة بين إيران ولبنان وإسرائيل. اليوم رسالة السيد السوداني أنا أشوفها حقيقة مبادرة ذكية، وحاول أن يخاطب المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي، أمريكا، الأمم المتحدة، وبالتالي يريد أن يقول للعالم بأنه نحن نقف على الحياد، نحن غير مسؤولين حقيقة عن أي تخندقات في أمام أي جهة، وبالتالي يريد أن يناشد المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، يريد أن يشرك المجتمع الدولي مثل الاتحاد الأوروبي، ويستثمر العلاقات الدبلوماسية في هذا الصراع. يعني العراق لا يريد أن يدخل على المستوى الرسمي، لا يريد أن يدخل طرف في محاور الصراع. والعراق حقيقة أبدى تعاون ونبل أخلاقي وإنساني على المستوى الرسمي مع القضية الفلسطينية ومع قضية لبنان، وحتى على المستوى الشعبي. يعني اليوم نرى المجتمع العراقي بدأ يفتح أبوابه ومدنه ومجمعاته وبيوته وفنادقه لكل الأخوة النازحين سواء من فلسطين أو من لبنان. لكن اليوم أكو يعني مقاومة، أكو فصائل، هل الفصائل والمقاومة الفصائل هل تحرج السيد السوداني؟ بلا شك. لو أكو يعني ربما بلا شك خطبة أو أنا لا أتحفظ طبعا، أتحدث بصراحة وبقناعة كاملة. يعني اليوم الفصائل المسلحة بالعراق تحرج الحكومة إحراج كبير، وهذا الإحراج ربما يدخل الحكومة في متاهات وتأثيرات سلبية.